فاطمه، ما احنا طب انا دلوقتي يعني انا اللي انا فاهمه منك ان المنتجات اليدويه دي غاليه شويه صح؟ اه وبيجيب لكم فلوس كتير. والله لا، هي هي البيج يعني البيج اللي على الفيسبوك تبين انه احنا حاجه كبيره قوي او ستور كبير قوي، بس طبعا ده الحمد لله يعني توفيق من ربنا ان التصوير ما شاء الله كان طالع حلو جدا، وده كان بمساعده اصدقائي يعني هما اللي كانوا بيصوروا لي. الاسعار بتبين برضو ان احنا حاجه ستور كبير، بس نرجع نقول متواضع شويه. لا والله انا ببين بس الحجم الحقيقي للمشروع، لان هو مشروع ما زال صغير، ف اسعارنا بتعكس ان احنا حاجه كبيره او ان احنا حاجه ضخمه قوي، بس ده مش حقيقي. اسعار علشان احنا الخامه بتاعتنا غاليه، بس هو برضو يعني انا يعني في برضو حاجه يعني كون ان الحاجه دي مبذول فيها مجهود يدوي ووقت، ف يعني اظن اغلب الناس بتقدر حاجه زي كده. ولا هل انت تعتقدي ان ما هو انا ممكن اروح اجيب نفس الشنطه متخيطه بمكان، وحتى لو جبتها جلد طبيعي هتبقى بالنسبه لي ارخص سعر، لكن بتهالي في الاخر العميل بيقدر حاجه زي كده وبيجي لك في الاخر ان في شخص هو قاعد يشتغل على الحاجه دي بنفسه ويطلع اللي جواه، فده ده لوحده ده في سعر. فانت واخد حاجه شخص تاني يطلع فيها الطاقه اللي جواه، غير ما تكون داخله على مكنه والمكنه شغاله وخلاص خدتها. تحس انها بتحكي قصه كده، حاجه فنيه كده. اه طبعا هو الهاند ميد بيفرق في ان هو قطعه من اول ما انا بشتري الخامه لحد ما انا بسلمها للعميل، انا كل قطعه انا شغاله عليها، سواء بقى في التصنيع او في الديزاين نفسه. فطبعا دي حاجه بتفرق جدا ان انت تكون ماسك حاجه يعني الى حد ما فيها نوع من انواع يعني فيها روح، فيها حركه، مش زي المكنه بدخل حاجه في المكنه بتخرج من الناحيه الثانيه. يعني كان في يعني الهاند ميد فيها عنايه بكل قطعه بتخرج من عندي عشان اكون في الاخر شكل كده. انا بالنسبه لي بتعامل معاها لانها حاجه جماليه يعني، واي حاجه هاند ميد في الدنيا بتتعمل كده، لان هي بتخرج كمان الذوق الفني اللي موجود عند البني ادم، سواء هو اصلا حد ليه في الفن او مش في الفن. يعني كلنا عندنا المهارات دي موجوده، فبحس ان العميل بيقدر ده جدا يعني، هو او بيبقى حريص اصلا ان هو لما يجي يشتري من عندي حاجه انا حابب اني اشتري منتج معمول من اوله لاخره بعنايه. ممكن اكون مخرجه شنطتين من نفس الموديل، بس دي يعني في ليها شكل ودي ليها شكل، لان ما فيش ايد يعني ايد انسان هتقدر تطلع مثلا 10 قطع نفس النسخه. كل حاجه ليها احساسها. كل حاجه بتيجي كده.